أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك سحر يقطع الأرزاق عن أصحاب المحلات؟ وإذا كان ذلك موجود فما هو العلاج؟ الأرزاق بيد الله جل وعلا، الأرزاق بيد الله، وعلى المسلم أن يتوكل على الله جل وعلا. السحر كما سمعتم يؤثر في القلوب ويؤثر في الأبدان ويؤثر في العقول ويؤثر على الأبصار بالقمرة، أما الأرزاق فهي بيد الله، وعلى المسلم أن يتوكل على الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.